تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. مسعود بارزاني يؤكد على ضرورة التزام القوى السياسية بما اتفقت عليه قبيل تشكيل الحكومة، ووزير الأوقاف يحث رجال الدين المتنورين للتصدي لمن يخفون أغراضاً سياسية وإيديولوجية خاصة يحاولون فرضها على المجتمع. أوكرانيا تعمل على إعادة الكهرباء والمياه غداة ضربات روسية كثيفة، وأثر الاحتجاجات ألاف السياح عالقون في مدينة جنوب شرقي بيرو، وتحطم أغلى طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 والتي تصل قيمتها لنحو 100 مليون دولار.